مشاهدي قناة شوف تي في، عدنا إليكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة على قناة شوف تي في لننقل لكم الأجواء الجميلة بالمنتزه الطبيعي فيلا هاريز بملابطة وفرحة الأطفال وما كيلعبوا. الدنيا عمرة بالناس من أجل الترويح عن النفس بهذا الفضاء الطبيعي الذي يعتبر من أجمل المنتزهات الطبيعية بمدينة البوغاز. إذن بعد تخفيف الحجر الصحي تعود ساكنة المدينة من أجل الترويح للنفس بهذا الفضاء الأخضر والجميل وفرحة الأطفال وما كيلعبوا بفضاء الألعاب المجاني. كان الأطفال رفقة أولياء أمورهم يمارسون نشاطهم بكل حيوية. في هذا الفضاء المخصص للألعاب داخل المنتزه الطبيعي فيلا هاريز الذي تم أيضا تعزيزه بمعدات رياضية مجانية. شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ قولي وحنا هضرنا معاك. شنو المشكل؟ هضرنا معاك الآداب. شنو المشكل؟ هضرنا معاك الآداب ما كاينش شي حاجة. شنو لا شنو؟ مشكلة ما كاينش. كتشبرنا كاملين هنا وعندنا حشومة صح. إيوا راه هنا راه صحابك في الأجواء. شنو المشكل؟ وكان مزيان الدراري كيلعبوا. شنو المشكل؟ عندك شي مشكل مع الأطفال يلعبوا؟ شبرنا هنايا. إيوا خلو كيلعبوا في الأطفال. أنا كنصوروا الألعاب أكثر. شفتك فينا الدرس. الألعاب أخويا. شوفوا الفضاء ديال الألعاب ولا شكرا لكم سلام عليكم. إذا مشاهدي قناة شوف تي في أنتم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة. إذا هكذا تبدو الأجواء بفيلا هاريز وفرحة الساكنة. والأطفال ناشطين كيلعبوا في هذا الفضاء الأخضر. إذن كما ذكرت سابقا مشاهدينا الكرام، المنتزه الطبيعي فيلا هاريز بملابطة يعتبر من أجمل الفضاءات الطبيعية
التي تزخر بها مدينة طنجة بعدما تم إعادة هيكلته. وتعزيزه بكراسي للجلوس وفضاء للألعاب مخصص للأطفال وكذلك معدات رياضية وإنارة عمومية. بحيث تفضل مجموعة من الساكنة أن تقضي أوقات المساء بين أحضان الطبيعة. إذن كما أن فيلا هاريز قريبة من شاطئ مالابطر شاطئ البلدي وكذلك شاطئ الغندوري. غادي نحاول نقرب لكم أجواء كذلك بفضاء الرياضة. هناك مجموعة من المواطنين أحبوا ممارسة الرياضة في هذا الفضاء المخصص. إذن فضاء مجاني أيضا مفتوح لهواة الرياضة من أجل إجراء التمارين الرياضية. إذن مجموعة من الشباب والأطفال كذلك يمارسون التمارين الرياضية في هذا الفضاء المجاني المجهز بالمعدات الرياضية. داخل المنتزه الطبيعي فيلا هاريز
إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة على قناة شوف تيفي. نقلنا لكم الأجواء في هذه اللحظة مباشرة من المنتزه الطبيعي فيلا هاريس بمالباطا، وإقبال الساكنة رفقة الأطفال على هذا الفضاء الأخضر من أجل الترويح للنفس بعد تخفيف الحجر الصحي. إذن مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.